تعال شوف الاتحاد الاوروبي ازاي قلقان، والسعوديه اصبحت عبء كبير جدا على عاتق اكبر اتحاد كروي في العالم، كان بيمثل لنا كلنا مشاهدات من مباريات قويه جدا وبطولات، وكان بيشتغل السنوات الماضيه شغل كبير جدا. شوف السعوديه ازاي قلقته في موسم صيفي واحد بس، وهو سوق الانتقالات الصيفيه. شوف لما كريستيانو رونالدو جه السعوديه وفتح الابواب وشجع استقطاب اللاعبين، شوف كريم بنزيما لما جه مضى مع الاتحاد جدة، شوف خلفا منه كانتيه لما مضى، شوف النهارده اصبح الموضوع مش بالسن، مش لعيب بيفنش حياته الكرويه بيلعب موسم او موسمين في الاتحاد السعودي، او بيلعب مباراه او مباراتين، او بيلعب له عشان الفلوس او عشان حاجه او عشان المبالغ الماليه الضخمه اللي تتعرضت. الموضوع اكبر من كده، الاتحاد بيبقى ذكي فاهم الدنيا صح، وعارف ان رؤيه 2030 اللي مجتهده فيها السعوديه وماشيه فيها بطريق كروي بتستقطب لاعبين كبار واسماء ونجوم كبيره قوي جدا، ما كانش اي حد يتخيل ابدا يعني حتى ان هي تمشي على رتم قطر او تمشي على رتم السن بتستقدم لاعبين سوبر. لا لا لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع اصبح بقى حكيم زياش لعيب عنده 30 سنه صغير السن وشاب، هيوقع خلاص مع النصر على وشك، هيبقى في المستقبل القريب في لعيبه صغار السن، في لعيب كده يسيب لك نادي كبير زي ليفربول او مانشستر مدريد او فريق من الدوري الايطالي ويقول لك لا ده انا اوقع مع السعوديه. فالموضوع مقلق جدا، والموضوع تحيه للسعوديه فيه بشكل كويس جدا، تحيه للقاده الرياضيين اللي بيطلقوا المسيره بشكل جيد جدا وعلى نسق وعلى نهج مقلق جدا لمحاربه. شوفوا قد ايه بيهمهم قوي ان العرب دول ما يرتقوش، ما اسمهم ما يطلعش لفوق. شوف كاس عالم قطر 2022، شوف كيف كانت عليه الانتقادات، شوف كيف تم الحرب عليه بالمثليه، شوف كم الضغط اللي اتعملته المنتخبات الاوروبيه عليه. كل الشكر لانفسنا نحن العرب، ونحن في خطى اماميه ان شاء الله ان احنا نوصل بمستوى راقي يليق بنا وبالعالم كله.